بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله في برنامجكم برنامج كلينيك المتعلق بالمركز الجار الله الألماني التخصصي. يمكن كل أسبوع نطلع عليكم على الهواء مباشرة ونطرح مواضيع مختلفة ومتنوعة متعلقة بالأمراض عسى الله يشافي الجميع، ولكن بهذا المركز التخصصي هناك عدة تخصصات الأمانة مميزة وتضم أحدث الأجهزة المتطورة وأيضا البورد الأوروبي المطبق وهو تحديدا البورد الألماني بأغلب العيادات التي تنتمي لهذا المركز، مركز الجار الله الألماني التخصصي. لذلك كل أسبوع ننطلق معاكم إن شاء الله بطرح موضوع معين ونناقش جوانبه الإيجابية والسلبية، طرق العلاج المتوفرة عندنا، الأجهزة الحديثة المتوفرة بهذا المركز، أيضا طرق العلاج، طرق الوقاية، كذلك التوعية المجتمعية في هذا الجانب. يمكن هناك بعض الأمراض أو بعض القضايا التي يخجل منها الرجل أو تخجل منها المرأة وما تحب أنها تقول مثلا حق زوجها أو أنها مثلا تنتقل تروح لزور طبيب معين. إحنا نحاول من خلال هذا البرنامج نكسر هذا الخوف أو نكسر هذا الخجل، لأن بالنهاية هي مصلحة إنسان. هذا مرض، أعتقد أن المرض إذا أنت سكت عليه راح يتطور، وإذا تطور راح تصير حلوله جدا صعبة في المستقبل. فبالتالي يعني الوقاية خير من العلاج، هذا واحد. اثنين، أن إحنا متى ما لحقنا على نفسنا بشكل بدري أكثر تلاقي نفسك راح تحتاج إلى أدوية أقل جدا، وأيضا تكاليفك راح تكون أيضا أقل، وكذلك الأدوية راح تتناولها جدا قليلة وراح تجد نتائج إيجابية سريعة بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا، ومن ثم الدكتور المختص والمتخصص بالمرض اللي أنت أو أنت تعانين منه. لذلك إحنا ننصح بالبداية أن أي شخص أي إنسان يعاني من مرض معين يتجه مباشرة إلى هذا الدكتور المختص في هذا المرض ومن ثم يتم علاجه. لكن في بعض الأخوان أو الأخوات يعني الخجل يمنعه، محب يتكلم، ساكت عن هذا الموضوع. الطب ما يقولك لا ماكو حل، لا، كل شيء إن شاء الله لكل داء دواء، في حلول حتى لو أنت وصلت إلى مرحلة متأخرة. لكن اللي مو جميل أنك أنت تسكت على نفسك، يجب أن تتجه إلى هذا الطبيب المعالج في هذا الموضوع ومن ثم يتم علاجه حتى لو تأخر الوقت، لكن في علاجات متوفرة. اللي حاب أقول اليوم راح نتكلم اليوم موضوعنا مشاهدين الكرام راح نتكلم على أمراض متعلقة بالمرأة. اليوم مرض متعلق بالمرأة يعني تعاني من عدة مشاكل، خصوصا ما بعد الزواج، ما قبل الحمل، ما بعد الحمل، ما بعد الولادة. هذه الأمور المتعلقة بالمرأة أمور كثيرة الأمانة، ولكن سنتحدث اليوم تحديدا عن السلس البولي لدى المرأة. شنو هذه مشاكله، شنو هي أعراضه، طرق علاجه، كيفية علاجه، الوقاية من هذا المرض كيف تتم. هذه المواضيع راح نناقشها بدقة وإحصائيات، وفي مشاكل كثيرة. يمكن أغلب النساء اللي يعانون من هذا المرض نوعا ما الخجل يمنعها وتقول أنا وين أروح، ما في دكتورة متخصصة في هذا الجانب، كلهم أطباء. في نساء يعني يمنعهم الخجل من هذا الجانب. لذلك اليوم مركز الجار الله الألماني التخصصي عندهم دكتورة متخصصة في هذا الجانب وتحمل يعني تقريبا صار لها 5 سنوات هنا عندنا من الكويت بارك الله فيها، وتعالج عدة قضايا متعلقة في هذا المرض وهو السلس البولي، وأيضا قضايا أخرى راح نتطرق لها، الأعراض الاضطرابات الجنسية، وراح نتكلم أيضا عن الأمراض الشائعة عند الأطفال كذلك في المسالك البولية، وكذلك الأمراض الشائعة في المسالك البولية عند السن المبكر أو السن المتقدم للمرأة. راح نطرق عن هذه المواضيع إن شاء الله مع دكتورة مختصة ومتخصصة في هذا الجانب، انضموا لنا في حلقة هذا المساء إن شاء الله تجدون كل الإجابات الشافية والكافية والوافية. لكن اللي حاب يتعرف على مركز الجار الله الألماني التخصصي تابع هذا التقرير، نرجع لكم إن شاء الله.
إذا مشاهدينا حياكم الله. يمكن موضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه موضوع متعلق بالمرأة تحديدا أثناء الزواج، ما بعد الزواج، قبل الولادة، بعد الولادة، وأيضا راح نتكلم عن مسالك بولية لدى الطفل، وأيضا أغلب المشاكل للمسالك البولية المصاحبة للمرأة بالعمر المتقدم. كل هذه الأمور إن شاء الله راح نطرحها مع ضيفتنا باسمك عزيزي المشاهد نرحب فيها، وهي دكتورة مهري مهراد، استشارية المسالك، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية النسائية، وأيضا عضو بجمعية المسالك البولية الأوروبية، منظمة لعدد من المؤتمرات العالمية المتعلقة بالمسالك البولية، وأيضا حاصلة على البورد الألماني والبورد الإيراني. رحب فيك بداية دكتورة مهري، وأهلا مرحبا فيك. Welcome, Dr. Mehre, and welcome in our program. Thank you. I want to say hello and thank you for inviting me to you and all the Kuwaiti people. That is really lovely channel, and you're, I think, responsible for knowledge of the people. And thank you. شكرا جزيلا لك أنت كمان لتقدمك معنا بالبرنامج وبرنامجكم بقناتكم اللي هي بتأدي كمية من المعرفة. نعم. للمشاهدين. نعم. وأيضا يمكن عرفت دور الدكتورة، دكتورة طب عام أو طبيب عام، دكتورة عسجد المكي. مساء عليك بالخير دكتورة عسجد، وأهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم دورك إن شاء الله راح يكون حلقة وصل ما بيني وبين الدكتورة وبين المشاهد الكريم. إن شاء الله. فإن شاء الله توفقين في هذه المهمة. إن شاء الله. موفق إن شاء الله. وأنت قدها إن شاء الله. إذا ننطلق بموضوعنا، يكون الموضوع يحمل الكثير الأمانة من المشاكل ومن الهموم اللي الناس اللي حابة تسمع حلول لها جذرية إن شاء الله تكون موجودة بمركز الجراحة الألماني التخصصي. بداية ننطلق مع دكتورة، وأول سؤال، أكثر الأمراض الشائعة عند نساء الكويت بحكم تعاملها وإقامتها بالكويت أعتقد 5 سنوات صار. 5 سنوات. نعم. The most common disorders in ladies in Kuwait mainly according to your residual you work in Kuwait. Based my experience in Kuwait, I started 5 years ago as visiting, regular visiting gynecologist in Kuwait, and I am only female urologist in Kuwait. The most common disorder in ladies is urinary incontinence, recurrent urinary tract infection in old ages of ladies, and another problem that we want to talk in this meeting, inshallah, about female sexual disorders, really common in Kuwait. فعلا انا ليا فتره من الزمن انا شغاله بالكويت زي ما انت ذكرتها اكثر من 5 سنين، ومرت علي كميه من الامراض اهمها السلس البولي لدى النساء. نعم. والالتهابات البوليه المتكرره. ولدينا مشكلة أخرى حنتطرق لها ونتحدث عنها، هي الاضطرابات الجنسية عند النساء. نعم. إذا هذا محور حديثنا اليوم إن شاء الله، سنتحدث عن السلس البولي لدى النساء وأيضا أسبابه ومشاكله وعلاجه، وأيضا الاضطرابات الجنسية لدى النساء. لكن خلينا ننطلق، هل تتحدث اليوم، سنتحدث فقط عن المتزوجات أم عن من اليوم ما بعد الولادة أم المرأة التي تقدمت بالعمر؟ عن من راح نتكلم اليوم؟ which female department we will talk today. غير متزوجات. Single female or married female in pregnancy period or after pregnancy period. Which period? It's really good question. If you let me, if I am allowed, I want to talk about female department that we have, and we are doing a lot of things in old age of the ladies. Your question, based your question, yes, urinary incontinence is common in old age of ladies, but especially after marriage and after pregnancy is very common. But what we are doing in the female department, please translate, because I want to talk about female department, and we are all female doctors, and all our patients, they are female, and it was really a creative idea of Dr. Mehdi Alizadeh. لا. الأمراض اللي أنت تذكرها كلها هي أمراض شائعة في كل المراحل، فإحنا حنتطرق على كل المراحل على حدة. نعم. خصوصا السلس البولي هو في الفترة بتاعة الحمل الحمل والولادة وما بعد الولادة. نعم. لكن ممكن يحدث في فترة أول. وعايزة أقول لك كمان حاجة أكد عليها، إنه إحنا عندنا الفريق متكامل كله نسائي عندنا بالعيادة. جميل. نعم. في العيادة عندنا عند دكتور بقيادة الدكتور علي مهدي زادة. نعم. حتى المشاهد أو المشاهد اللي تتابعنا تعتقد أن هناك الدكتور علي مهدي زادة هو اللي يتابع الحالة، لكن اللي يتابع الحالة واللي يستقبل الحالة واللي يعالج الحالة هي دكتورة مهري. دكتورة مهري. مهري بس هو رئيس الوحدة. هو رئيس الوحدة. رئيس الوحدة. هو رئيس الوحدة. لكن, الوحدة. نعم. لكن الدكتورة قندولة هي الدكتورة مهري هي اللي بتشوف كل الحالات وبتتابعها. نعم. والتشخيص عندنا، وفي المركز كمان إحنا عندنا
كل الأجهزة للتشخيص، كل الفحوصات عندنا متوفرة. راح نطرق هذا الموضوع، لكن قبل أن أطلع هذا الفاصل أن نؤكد على هذا الموضوع بأن العيادة الخاصة بالدكتورة مهري أي دور هما؟ التاسع. الدور التاسع، إنزين. عيادتها من الاستقبال الريسبشن لغايه الالتقاء مع الدكتوره واجراء فحوصات هو فقط طاقم نسائي. طاقم نسائي كامل. اذا حابه تقول شيء. I want to emphasize that because of your question, because really female problems are very common in Kuwait. That's why they differentiated. That's why Dr. Ali Mehtizadeh decided, and really it was a revolution and creative idea of Dr. Mehtizadeh that created a new clinic, a new for female, only for female. We are all female staff for female doctors. No. الأمراض عند النساء شائعة جدا وهي أمراض مخجلة، فعشان كذا كانت الفكرة بتاع الدكتور علي زادة إنه يفصل جزء خاص للنساء بحيث إنه ياخذ راحتهم. راحتهم زي ما هي، كل الطاقة النسائي زي ما هي، قلت لك بياخذوا راحتهم بالكامل. جميل. إذا الطاقم كله نسائي المتوفر بمركز الجارة الألماني، أعتقد الوحيد بالكويت. عدل؟ الوحيد بالكويت وبالشرق الأوسط. بالشرق الأوسط. وبالشرق الأوسط. ما شاء الله تبارك الرحمن، عندنا هني موجود بالكويت. راح استمر معاكم وراح ننطلق مع هذه الأمراض، عسى الله يعافي الجميع. لكن انضموا لنا، راح تعرفون إن شاء الله على أحدث الأجهزة، راح تعرفون إن شاء الله على وسائل العلاج، راح تشوفون تعرفون أيضا على هل العلاج يطول ولا ما يطول، إيش كثر يأخذ من وقت. بعد الفاصل راح تسمعوا الإجابات، تابعونا. حياكم الله مشاهدينا. يمكن سمعت الدكتورة تقول موضوع يعني خلنا نتحدث، حابة تحدد ويا مرتب الخطوات اللي حابة تتكلم فيها، وإن شاء الله نصل إلى حل. يعني في هذه المعلومات نوصل لكم بطريقة سلسة وبسيطة إن شاء الله، وتجدون الحلول الجذرية، وإنكم تتشجعون وتنتقلون وتروحون تزورون مركز الجارة الألماني التخصصي، حتى عسى الله يعافي الجميع ممكن هناك وقاية. راح نتكلم عن هذه الوقاية في هذا الموضوع. أرحب فيكم مرة ثانية وأهلا وسهلا. دكتورة مهري، خلنا نتكلم على موضوع السلس البولي. شنو هو السلس البولي؟ What is the urinary incontinence? Actually, the meaning and definition of urinary incontinence is loss of urine without control or involuntary leakage of urine. المعنى تعريف للسلس البولي هو فقدان البول مع عدم القدرة على التحكم. عدم القدرة على التحكم. طيب هل هذا منتشر عندنا هنا بالكويت؟ يعني هل في مشاكل كبيرة؟ Is this very common in Kuwait? It's very common. Really, in my experience, I was shocked before because it's common in all the world. 8.5 million ladies, they are suffering from urinary incontinence. But in Kuwait, I think more than 60% of ladies, they are suffering from a kind of incontinency. شائع جدا هذا المرض بالكويت، وانا بصراحه انصدمت مما جيت اشتغلت من الكويت. اكثر من 8 مليون، ده هو الاستاتستيك الاحصاء عالميا. لكن 60% هنا في الكويت بيجي عليها مرضى مصابين بالسلس البولي. طيب اغلب اللي التقت معاهم الدكتوره، هل هم ناس فعلا يعي تماما هذا المرض وياتي بشكل مبكر، ام اغلب اللي قابلتهم يتاخرون في تلقي العلاج؟ All cases with urinary incontinence, is this come from the beginning and aware about what is urinary incontinence or what? It's really good question. Thank you. Sure. Many ladies, unfortunately, they know that they have urinary incontinence, but they are shy and they have shame to go to doctors, and they come very late to our clinic, so the treatment is difficult. معظم النساء اللي بيجوها على العيادة هم بيكونوا عندهم الأعراض من بدري، لكن خجلانين منه وما بيجوا من بدري. نعم. فعشان كده هم بيجوا في المراحل الأخيرة، وشوية العلاج بيكون صعب، لكن إن شاء الله بيتعالج، ما فيه مشكلة. يعني. يتعالج إن شاء الله. طيب. يتعالج. أسباب هذا المرض. What's the main causes of urinary incontinence? The risk factor for urinary incontinence and the causes that affect for to be incontinent, because the ladies and the old ages of ladies, they should be controlled incontinent. The risk factors, the main causes is pregnancy, aging, menopause, delivery, normal vaginal delivery, even cesarean section and obesity. في عوامل كثيرة بتؤدي لأسباب السلس البولي، وهذه العوامل منها الحمل والتقدم بالعمر وما بعد الولادة والسمنة. هو عبارة عن ارتخاء يعني بالعضلات، أو إن شنو بالضبط يعني أسبابه؟ يعني كل النساء يحملن ويلدن، يعني
وكل النساء يعني اغلب يتزوجون وغيره، هل كل مرأة يعني الان اللي تتابعنا تتزوج او تحمل او يعني تولد لازم تتعرض حق هذا المشكله، هذا المرض يعني لازم يصاحبها؟ It's all cases, all ladies married and be pregnant and delivered. Is this weakness of the muscle exactly, of the pelvic yes. floor or what? Yes. This should mm-hmm. be aware for urinary yes. incontinence. Can I explain from this picture? Yeah, no problem. Actually, ممكن أنا أشرح لكم. Yes. Actually, in female ladies and pelvic floor, we have three organs inside the pelvic floor. في الحوض في منطقة الحوض عند المرأة عندنا ثلاثة أعضاء أساسية. This is urethra and and bladder. هنا مجرى البول والمثانة. So we have bladder inside the pelvic floor. Another organ we have uterus and vagina. وعندنا الرحم. والمهبل. And we have rectum and the intestine that are related to this. And the pelvic floor muscles and ligaments, they are supporting three organs inside the pelvic floor. And عندنا آخر حاجة المستقيم وكل هذه الثلاث أعضاء في عضلات هي نعم. بتشدها وبتحكم منها من تحت تتحكم نعم. فيها في أضلات. في وضعها الصحيح. And because uterus is near to bladder. With pregnancy, uterus comes big and affect to the bladder with pressure because the uterus is with pregnancy is bigger and heavier and it makes a pressure on the bladder. So the bladder goes down and the supporting of organs, base ligaments and muscles, they are weak and lax. Mm-hmm. And because of laxity of supporting, they have a kind of prolapse. قلت لك هو الرحم في فترة الحمل الرحم أصلا هو موجود بالقرب من المثانة وفي فترة الحمل بيكون حجمه كبير وضاغط على المثانة وفي ضغط كامل كمان على المنطقة العضلات العضلات اللي هي شادة فكله بيكون في ضغط على المنطقة دي فبيحصل فيها الضعف وده هو السبب الأساسي بيحصل تغيير في الوضعية بتاعت نعم. جهاز نفسه جب. لذلك نجد أن المرأة بعد الولادة تحتاج إلى راحة اللي هو 40 يوم post delivery all ladies want about 40 days for relaxation yes because this of the bleeding yeah because of the bleeding and inflammation in the pelvic floor mm. okay 6 weeks or 40 days is okay mm. but what is important pre-pregnancy no. and at the same time with pregnancy and after pregnancy they should know about the pelvic floor muscle training. We have a special exercise in our female department and we have special advices for pregnant ladies for doing some exercise for prevention of prolapse. نعم. هذه الفترة هي فعلا مهمة عشان النزيف يجيف وبعد ذلك ما تكون في التهابات تحصل بعد فترة الحمل. لكن الأهم من كده إنه يعني What's the main question? About the pelvic floor muscle training, mm. we have advices and exercises for pregnancy before, at the same time pregnancy and after. لكن أهم حاجة في فترة الحمل قبلها لازم يكون في تنشيط في نشاطات تعملها عشان تنشط العضل رياضة اللي هي exercise رياضة اسمها رياضة كيجل متوفرة عندنا بالمركز بيعملوها قبل الحمل. وبعد الولادة قبل الحمل وبعد الولادة قبل أيوة. الحمل وبعد الولادة طيب هل في أسباب الحمل. أخرى غير العضلات هل في أسباب متعلقة بالغذاء هل في أسباب متعلقة في عملية السلوك المتعلق بالمرأة سواء سلوك في العمل في عملية الجلسة مثلا في عملية طبيعة عملها السيارة العمل في البيت هل هذا أيضا متعلق في عملية الارتخاء أو عملية التعرض إلى السلس البولي Is there any other causes less than more than weakness like her habits or yes exactly and the new and modern lifestyle affects for many things in life in the disease in the health for health and also for ladies that they are always inactive sitting in the car doesn't do any exercises okay of course they have loose pelvic floor even without pregnancy they have loose pelvic floor with pregnancy and delivery this laxity will be higher قلت لك نعم الاسباب انه
اللي هي طريقة الحياة الجديدة، يعني إنه هي بتكون قاعدة ما بتتحرك ما بتعمل إكسرسايز كثير للعضلات دي، فلما تجي كمان فترة الحمل بتزيد عليها المشكلة وبيكون في ارتخاء أكثر، بدينا كسل في العضلات دي. نعم، يمكن الموضوع طويل وشائك، الحين ما تعرفنا على أنواعه وطرق العلاج، وإحنا عندنا فاصل لازم نأخذ الفاصل ونرجع إن شاء الله نتواصل معاكم مشاهدينا ونطرح هذه المواضيع. ومن الحابي يتواصل معنا بالتأكيد أرقامنا على الشاشة، اللي حابي يتداخل معنا يطرح أي سؤال، الدكتورة موجودة معنا على الهواء إن شاء الله نرحب فيكم بأي وقت، مستمرين معاكم إحنا ولكن بعد الفاصل. على الهواء الحين. طيب دكتورة أسجد، يعني ما أدري ضار تبي تخلص وياي، طيب بس أنا اليوم راح أمدد الوقت عشانها، يعني عشان خليها تأخذ على الهواء. والمواضيع كثيرة الأمانة. الدكتورة أيضا مهري مهتم أيضا في جهاز الليزر، تبي تتكلم عنه، في أجهزة حديثة متطورة موجودة مركز الجراحة الألماني تخصصي مساعدة للمرأة وتعالج بشكل سريع ودقيق الأمانة، حابة تتكلم عنهم، لكن نبي نتكلم بشكل سريع على أنواع السلس لدى النساء دكتورة. What's the type of urinary incontinence? We have two types of urinary incontinence. The first one is estrous urinary incontinence with coughing, laughing, sneezing, any jogging. They have leakage. And the second type is urge incontinence. As soon as they fill full bladder, they should run to bathroom. عندنا نوعين من السلس البولي. السلس البولي الجهدي، وهو ده تسرب البول عن طريق شنو؟ مع أي حركة، مع جهد. ضحكة، عطسة، أو حتى لو كحة، أي جهد بسيط، أي جهد حتى نعم. لو حركة بسيطة لا إرادة، نعم لا إرادة، تبول لا إرادة، نعم. طرق العلاج المتوفر في شيء بحفظه. النوع الثاني، نعم أنا النوع الثاني شنو؟ النوع الثاني اللي هو الإلحاحي أو الاضطراري، في اللحظة اللي هي تحس إنه لازم تدخل على الحمام لازم تدخل وإلا تنقض على نفسك. نعم. طيب بالنسبة لطرق العلاج المتوفرة بمركز الجراحة الألماني التخصصي، وهل هي طرق حديثة والبورد المطبق شنو هو؟ treatment of urinary incontinence mainly in جارلا، مركز الجارلا. Actually before we did surgery, big surgery for patients for urinary incontinence, now we have a lot of treatment outpatient, some kind of injection inside the bladder like Botox or hyaluronic acid. And the second type is a big revolution, is a new laser. في الأول زمان كان العلاج عن طريق الجراحة، وعملنا عدد من الجراحات وهي جراحات كبيرة، لكن الآن عندنا طرق مختلفة للعلاجات. أول حاجة عن طريق حقن مادة البوتوكس جوا المثانة، بداخل المثانة، نعم. الحاجة، والحاجة الثانية عندنا نهضة جهاز الليزر الجديد اللي هو علاج للسلس البولي. جهاز الليزر على ما يجهزون الأخبار بالكترول راح نعرض للمشاهد الكريم، لكن بالنسبة للحقن البوتوكس هل يحتاج إلى كل فترة تجديد هذا الحقن أو هو حقن لمرة واحدة فقط؟ Botox injection for once or okay. maybe actually Botox recurrent. injection affecting to the second type of urinary incontinence for overactive bladder, and sometimes every 6 months we should inject Botox for severe overactive bladder, but sometimes with one or two injection they will be okay and we can continue the treatment with medicine. حقن البوتوكس هو بكل النوع الثاني من السلس البولي،
فهو احنا بنقنه ممكن مره او مرتين على حسب، لكن من المره الاولى في ناس ممكن يحصل لهم الى اكتام وبعد ذاك بنواصل بالعقاقير. نعم، يمكن الاخوان مجهزين الفيديو الحين الخاص بجهاز الليزر. نعم. هو عباره عن شنو هذا الجهاز؟ You want to talk about this laser machine. Actually, exactly? Laser started many years ago, especially in the skin treatment, the surface of skin. This is the new laser that it is really affected to internal organ, and this is really the latest one, the most powerful laser, CO2 laser, Mona Lisa Touch. That we can do it outpatient. Imagine before we did surgery for patients with they should be hospitalized in hospital with bleeding and surgery. Now we can do it outpatient in 10 until 20 minutes without anesthesia, without any pain. زمان عرضوا لكم الجهاز، فهي كانت بتتكلم عن الجهاز ونوعه. هو جهاز بيدخل جوا المهبل. نعم. وبيعمل إشعاعات وبرفع المثانة، بعيد تجديد الخلايا في هذه المنطقة، منطقة المهبل. نعم. بياخد من 20 دقيقة ل 30 دقيقة بالكثير. زمان كان كل الحاجات تقعدي في المستشفى بدون أي ألم، بدون تخدير، بدون جراحة، بدون من اليوم تاني هي تمشي وتمارس حياتها عادي. إلا مع إرشادات خاصة. Yes, we can do many treatments with laser. The first one is urinary incontinence grade 1, the low grade of urinary incontinence. Mm. The second one is for atrophic vaginitis. عندنا نوع عندنا ممكن. نعم. أوكي. ممكن نعالج به حاجتين، السلس البولي ولكن في درجاته الأولى. في درجاته الأولى، السلس البولي في درجاته الأولى، ومع ذلك تنشيط. ايوه يعني المهبل بالنسبه للناس المتقدمين في العمر بيكون ممكن نعالج به بدل الهرمونات الحالية بتتاخذ اس حبوب. هو ممكن والعلاج يدعم. العلاج فعال فقط العلاج من جلسه واحده او يحتاج عده جلسات؟ سيشن اوف ليزرز، اتس ليست 3 سيشن، 1 سيشن افري مانث. اكشولي ويذ ايجينج ذا فاجينا جوينج تو بي تينر ستيفر اند نارور. And the ladies, they are suffering many kinds of problem with vagina, with old vagina, lax vagina, and they are not satisfied with their husband. And maybe their husband, they are not satisfied. We can treat the vaginal rejuvenation by laser. عندنا ثلاث جلسات ولكن برضو ممكن تزيد أو تنقص على حسب بعض الفحص على المريضة. نعم. ثلاث جلسات كل جلسة على شهر. مع التقدم بالعمر المهبل بيصير فيه يعني بقل المرونة بتاعته، بتقوله بيصبح سمكه أقل. نعم. فبهذا الجهاز إحنا ممكن نزيد السمك، بنخليه وهو مرطب أكثر. ممكن المرأة تستمتع حتى بحياة الزوجية، هي بتستمتع أكثر حتى بحياة العامة. هذا مطبق في الخارج هذا الجهاز، يعني تم استخدامه وكم عمر الجهاز؟ Yes. This kind of laser, CO2 laser, the most powerful, the latest laser, and it affects also for whitening of outside labia. ممكن إذا This probes. Laser comes from here. Laser light is attached to the laser machine, and we can attach to the skin like this, and it makes whiter. That because sometimes with aging, the labia going to be darker. هذا الجزء الأول هو الجزء الخارجي من الجهاز، ده هو الجزء البلامس. قلت تأخذينه وتشرحينه يا دكتور. هذا هو الجزء البلامس الجسم، ده بيستعمل لتبييض المنطقة الحساسة. نعم. تبييض المنطقة الحساسة في الشفرتين. يعني مع العمر الشفرتين بيصبحوا لونهم أغمق. نعم. فإحنا بنستعمل ده، بنستعمله للتبييض. نعم. برضو جلساته بتتحدد على حسب لون الجسم. نعم. ولكن هذا الجهاز مطبق في الخارج وتم استخدامه يعني عالميا. هو جهاز حديث. جهاز حديث وهو الجهاز هنا بالكويت يعني برضو له فترة متوفر. جميل. عندنا في المركز. And another treatment of this laser is for rejuvenation and tightening of inside the vagina because of delivery, pregnancy, aging and menopause. The vagina going to be bigger and lax and larger, and they are not satisfied and they feel heaviness and many problems, especially in sex life. Mm-hmm. With this instrument, we can put, this is not a big, we can put without any anesthesia, we can put inside the vagina. This one, a laser comes from the end of this probe, and we can do line by line tightening of all
360 degree of the vagina. We can make it tighter, younger, and thicker. No. You can translate and show because this week, the line is very important. Okay. هذا هو الأنبوبة الثاني. نعم نعم. مهمة. تفضل. واضح هذا في خطوط مشاهدينا على هذا نفس الجهاز هناك خطوط الدكتورة حابة تأكد عليها هذه الخطوط لها أهمية. أهمية اللي هو هذا الأنبوب بيستعمل في تضييق المهبل. نعم. بيكون هو بيبدأ خط بخط في التضييق بيدخل جوا المهبل. نعم. نعم. بيدخل جوا المهبل. وبنمشي عليه خط هو مدرج لو أنتم شايفين مدرج خط. على حسب طول المهبل يمكن هذه تفاصيل طبيه يعني قد يعني المراه عندما تزور عياده قد تتعرف عليها بشكل خاص لكن هذه هي الاجهزه المستخدمه نعم في مركز الجراحه الالماني هل هناك اعراض جانبيه لهذا الجهاز هل هناك اعراض جانبيه is there any side effect or complication really this is amazing ولو بسيطه يعني no side effect without pain without bleeding without any medicine and they can go after laser they can drive and normal life جميل في شيء حاب تقول على الليزر ولا نطلع فاصل بس لا هي يو وانت تو توك عن الجهاز actually this laser is the latest the most powerful and it is a new revolution I think is a new we are in the beginning but it's very effective مش جهاز الليزر هو زي ما قلت لك من الأجهزة الحديثة والحديثة المستعملة يعني هي احنا بادين فيه لكن الان ما في عليه اي مشاكل سيف آمن جدا الحمد لله زي ما هو وما فعل وكل لنا كل المرضى اللي استعملوه مبسوطين يعني نبي نتحدث عن الأمراض الشائعة عند يعني لدى النساء المتقدمات بالعمر شنو هي الأمراض الشائعة وأيضا سننتقل إلى اضطرابات الجنسية لدى المرأة لكن بعد الفاصل فاصل مشاهدينا وراجع لكم إن شاء الله بعده دكتورة شنو هي الأمراض الشائعة عند النساء المتقدمات بالعمر؟ What is the most common disorders in prepubescent and postmenopausal? Okay. Menopause is affected to ladies a lot. After menopause, we don't have estrogen level at all for ladies. They are suffering many diseases. But I want to emphasize about the urinary problem, the urinary incontinence, recurrent urinary tract infection, and also sexual disorder is common after menopause. التقدم بالعمر بيأثر على المرأة بصورة شديدة. يعني هو بيكون فيه نقص لهرمون الاستروجين اللي هو هرمون الأنوثة. وده بيخليه في خلل في بيؤدي لعدد من الأمراض. لكن هي حتركز على الأمراض المتعلقة بالمسالك البولية. نعم. واللي هي السلس البولي. نعم. الالتهابات المتكررة ومشاكل الاضطرابات الجنسية. نعم، احنا كنا حديثنا موضوع اليوم عن السلس البولي كان هذا السؤال متعلق بالسلس البولي، لكن هل هناك حلول متوفرة موجودة لدى مركز الجرل الألماني التخصصي لهذه المشاكل؟ السلس البولي. السلس البولي المتعلق بالمتقدمات بالسن، النساء المتقدمة بالسن، هل هناك علاج متوفر موجود؟ هل ممكن علاج هذه الأمراض؟ Is there any treatment for these disorders in menopausal age? Yes. Actually, in female department of Jarala, and we are all professional female team with many doctors from United States, from Europe, all female, female staff, and all well-equipped department with equipment and technology of Germany, the newest and the latest. Jimmy. So we can treat all aspects of problems of ladies. No. For urinary incontinence, for sexual disorder, we have investigation. At the same time, if they come, we are doing urine tests, urodynamic investigation tests, and all aspects of treatment, and especially pelvic floor muscle training. No. عندنا في المركز المسالك الخاصة النسائية في مركز الجار الله متوفر no. عندنا كل الحلول no. عندنا كل الأجهزة والطاقم الطبي طائم. طاقم نعم الطاقم متوفر طاقم نسائي طاقم نسائي جميل يعني هو عنده معرفة عالية أنا أتكلم على investigation and treatment together وعندنا كل الأجهزة لعلاج هذه المشاكل هذه المشاكل أنا عارف لكن الآن المرأة التي تتابعنا الآن وهي متقدمة بالعمر وتعاني من هذه المشاكل هل لها حلول علاجية متوفرة عندنا متوفرة بمركز الجار الله جهاز الليزر هو جهاز الليزر جهاز الليزر for the treatment for هل متوفر علاج عندكم؟ For menopause, we have a lot of problems. I told you, urinary incontinence,
recurrent infection of urine. So we can treat muscle training, biofeedback, laser, and many another treatments that we have. عندنا كرسي لتمرين العضلات زي ما قلنا للسلس البولي. أنا أقصد إن حتى المرأة المتابعين متوفر العلاج. متوفر العلاج. متوفر العلاج. طيب أصعب الحالات التي واجهتها الدكتورة يعني باختصار حتى أنتقل إلى الاضطرابات الجنسية يعني أصعب الحالات التي واجهتها حتى هذا اليوم. The most difficult cases that you are brought. The most difficult in female sexual dysfunction? Yes. Actually, as a lady doctor, as a lady urologist, I can touch and figure out with ladies' words, and I can see that how much they are suffering. And in the new and life, new lifestyle, modern lifestyle, at the same, the ladies, they should be active in social life. At the same time, they should be good wife and good mother. كطبيبة وهي طبيبة يعني هي بتحس وبتلتمس المرأة بالضبط بتعاني من شنو وبتوفر لها العلاج الأمثل عشان هي تقدر تعيش حياة كفي البيت تكون زوجة وفي العمل تكون كموظفة تؤدي كل حقوقها. يمكن أنا كان سؤالي شيء وأنت ترجمتي شيء ثاني. أنا سؤالي أصعب الحالات أصعب الحالات اللي قابلتها الدكتورة وتم معالجتها. The question again, the most difficult cases that you are and in your life. The most difficult cases in as general urologist. في السلس يعني تحديدا. I think in urinary incontinence. Urinary incontinence is very common, and we I figure out really some severe cases, and of course we can treat them, but we have some complicated cases. And we can, you know, do more investigation. And I think the most difficult is severe incontinence in old age. اللي هو السلس البولي الحاد. نعم. واللي هو علاجه سهل ممكن يرسم مرحلة العملية لكن حتى العملية هي مدربة عليها وما في مشكلة فحتى الحالات الصعبة عندها علاج. إيش كثر تأخذ وقت الحالة اللي قابلتها الحالة الصعبة هذه إيش كثر خلت معها وقت وتم علاجها بفضل الله سبحانه ومن ثم علاج الدكتور إيش كثر خذ معها. This difficult case take for how long for treatment? Of course, if they came us before in the early stage, it wasn't difficult. Mm-hmm. But now they came late phase. In the late phase, it takes time, and we should follow up sometimes 6 months for follow-up. إذا هو جاء في حالة متأخرة ممكن يحصل يعني إنه إحنا نكون بنتابعه ويكون العلاج مستمر لستة شهور. لكن في الآخر في علاج. Only follow-up, not hospitalization. يعني. متابعة بس من العيادة الخارجية يعني. دكتورة مهري مهراد يعني لديك شهادات بالحياة الزوجية وأيضا المشاكل الجنسية الاضطرابات الجنسية اللي تعاني منها المرأة اليوم شنو هي بالضبط؟ You have certification for sexual dysfunction. What's the sexual dysfunction? Actually, sexual dysfunction always they are talking in men, but also we have female sexual dysfunction. I told because I understood by mistake about female sexual dysfunction. I told as a lady doctor, I saw many ladies. Many active ladies, because they are working a lot, they have problems in sexual life. قلت لك مشاكل الاضطرابات الجنسية هي ممكن تكون في الرجال وفي النساء لكن هي في النساء لقيتها كثيرة وعندها يعني وبتتعالج في النهاية. تتعالج. طيب حابة تتطرق إلى مرض معين تتكلم عنه أو You want to talk specifically in sexual dysfunction? Kemithal, example. Yes. For example. Actually, female sexual dysfunction is three phases. The first phase is desire of sex, that many ladies, they are suffering from low desire. Mm. The second phase is lubrication, to be prepared and ready for sexual sexual act, but they are not lubricated, they are not prepared. And the third phase is very common in Kuwait. Many ladies, they don't have orgasm. Even some of them, they are not aware about orgasm. And anorgasmia is very common in ladies in Kuwait, and we have a lot of treatment and consultation for ladies. في ثلاثة مراحل مهمة اللي هي في الاضطرابات الجنسية. أول واحدة مشاكل الرغبة، اضطرابات الرغبة. وهي دي يعني هم الثلاثة بيمروا علينا كثير من النساء بيعانوا منها. والثاني اللي هي اضطرابات في الترطيب. يعني أثناء الممارسة. هذه الأنواع المشاكل الثلاثة هذه لديها حلول عندكم فيها حلول وتم معالجتها. نعم الحمد لله. وتم علاجها هذه المشاكل اللي التقت معاهم الدكتورة هل تم علاجها؟ This sexual dysfunction treated. Yes yes we have a consultation. For talking with them with questioner couple therapy with them with their husband ممكن احنا نتحدث معاهم ونحدد المشكله بالضبط شنو وبعد ذاك
بيكون عندنا للزوجة والزوجة الاثنين نعم. نصائح عامة. I want to emphasize something because sometimes the couples they are not happy because of love life and sex life, and they are always they arguing each other and they have problem outside, but main problem is because of sex life, and we can treat it. And sometimes the husband they want to go and have another wife, but it's not the solution. We can treat the couple. نعم. جميل. يمكن بعض الأزواج يعني يضطر إلى الزواج مثلاً المرأة أخرى. من أيوة. بيكون عندهم مشاكل كثيرة قد تؤدي للطلاق. مشاكل خارجية، لكن ممكن يكون السبب الرئيسي بتاعها مشاكل من اضطرابات الجنسية. وممكن حلها. أيوة ممكن حلها. It has solution, but really it has solution and treatment. لأنهم ما عارفين إنه في علاج. لا فعلاً في علاج وممكن يتعالجوا منه. جميل. قبل أن نختم هذا اللقاء، يعني من النصائح التي تقدمها الدكتورة اليوم للنساء التي تعاني من مرض السلس البولي؟ يعني النصيحة الأولى للمرأة التي تخجل بأن تزور الطبيب المعالج، هذا واحد. اثنين، تنصح بأي عمر أن يفترض الإنسان يكون يعني من باب الوقاية، من أي عمر يذهب إلى عملية البحث وعملية الوقاية من هذا المرض؟ For urinary incontinence, what's your advice for this patient with urinary incontinence and feeling shame? And this is the first question, and the second question is for من أي عمر من أي عمر تنصح الدكتورة في عملية أن تنتبه إلى نفسها المرأة وأن تزور الطبيب المعالج في هذا الجانب؟ Prevention from which age? Okay, thank you. It's a really good question. Many ladies they are suffering from low grade of urinary incontinence. I want to emphasize to the people that they are watching us. Please don't be shy. Come, we are all ladies, and we are keep your secret. And don't worry. Come, talk with us. Sometimes with a small medicine or exercise is is treatable. نصيحة للنساء اللي بيعانوا حتى لو من نقطة واحدة إنه هي بتنزل منهم لا إراديا، ما تخجلوا، تعالوا وشوفونا. يعني إحنا كلنا نساء. والتعامل بسرية زي ما التعامل بسرية تامة، والالتقاء من الريسبشن ولغاية الالتقاء مع الدكتور، والاستقبال والدكتور كله عنصر نسائي. تنصح من أي سن تبدأ تنتبه الفتاة لنفسها في هذا الجانب؟ At what age prevention of urinary incontinence? Actually, the age of prevention started from childhood. And the habit of voiding, many girls, they hold themselves in the school age and they don't go to bathroom even they feel full. من عمر الطفولة، يعني من عمر الطفولة وهم على المدرسة ممكن يمسكوا نفسهم بالساعات وما يدخلوا على الحمام، ودي مشكلة سلوكية وهي السبب الرئيسي للسلس البولي. فإحنا مما الطفل هو عنده مشكلة، المفروض الأم والأبو يكونوا واعيين إنه يودوه لأخصائي بتاع مسالك بولية. جميل. كل الشكر لكم. سعدت باللقاء معاكم. ترجمي لها هذه لأن في بعدين سؤال. Thank you very much because you are with us. Thank you for inviting me and I'm really glad with you in Al Rai TV. نعم. هناك شكرا لأنك دعوتني وهي سعيدة جدا بوجودها معك. المكان مكانكم وحياكم الله والسلام المباركة. لكن في ختام هذا اللقاء، ما هي العروض التي يقدمها أو تقدمها عيادة الدكتورة مهري مهراد؟ عندكم يمكن مفاجأة أو هدية للمشاهد الكريم متعلقة بالعيادة. Your promotion for this. Actually because of we are near to Eid, and we are in the beginning for female department. 1 month is a big promotion. 1 month we have 40% for laser and free consultation for sexual disorders. بمناسبة العيد وكل سنة وأنتم طيبين، هي عندها لمدة شهر 40% تخفيض على جلسات الليزر، جهاز الليزر اللي هو للتضييق والتبييض، وعندها free consultation. استشارة مجانية. استشارة مجانية. For female sexual disorders. نعم. من متى لمتى يعني؟ الاضطرابات الجنسية فقط. فقط الاضطرابات. نعم. يعني لمدة شهر. شهر. من متى يبتدي؟ من الأسبوع الجاي إن شاء الله ولا بعد العيد؟ From this week. بعد العيد. عيد مبارك مقدم. عيدكم مبارك. مشكور. حابة تقول شيء بالختام دكتورة؟ By the end you want to say something. Thank you. I learned to tell in Arabic. Shukran jazilan. And thank you for inviting me. And good luck for Al Rai TV. Shukran. Shukran jazilan. Shukran lach aydan, Doktora Asjad Al-Makki, ala ساعدتينا في الترجمة وإيصال المعلومة إن شاء الله المشاهد الكريم. والشكر موصول لك دكتورة مهري مهراد، استشارية جراحة الكلى والمسالك البولية والتناسلية النسائية وعضو جمعية المسالك البولية الأوروبية. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. يمكن عندهم هذا العرض لمدة شهر كامل، تخفيض 40% على جهاز الليزر، وأيضا استشارة مجانية للاضطرابات الجنسية مركز الجرالة الألماني التخصصي، عيادة الدكتورة مهري مهراد، الدور السادس صح؟
التاسع الدور التاسع مركز الجاره الله، يمكن رقمهم كان على الشاشه، اللي حاب ياخذ يحجز موعد مسبق مع العياده، وايضا اللي ما سجل الرقم عندكم 1-8-4-4-5 عدل، هذا الكول سنتر واحد عدل يا محمد صح 1-8-4-4-5 هذا هو الكول سنتر خاص بمركز الجاره الله الالماني التخصصي. شكرا لكم على المتابعه مشاهدينا، تصبحون على امن وامان، صحه بالابدان، فما الله.